بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أكرمنا بهذا المجلس المبارك، وجوه طيبة أتت لتسمع عن قدوة علامة في سنة سنها لنا شيخنا أستاذ الشيخ محمد هشام برهاني جزاه الله خيرا في مجلس الوفاء. نتحدث عن علامة قدوة، الناس اليوم بحاجة إلى القدوة، ينظرون إلى أعمال الناس أكثر مما ينظرون إلى أقوالهم. فأتيتم جزاكم الله خيرا، نرحب بكم ونرجو أن يكون هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وذلك بأن نتمثل القدوة التي نسمع عنها ونقتدي بالذين اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكل واحد منهم قدوة كاملة تامة أينما توجه وأينما ذهب. علمهم أن يكونوا موسوعة متنقلة في الدنيا كلها، عنوان هذه الموسوعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا أريد أن أطيل عليكم، نستمع اليوم إلى قدوة من علمائنا الكرام جزاه الله خيرا، سيدي الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، يتحدث عن الدكتور الشيخ الراحل المرحوم مصطفى الخن رحم الله الجميع. نرجو من فضيلة الدكتور البوطي أن يتفضل مشكورا مأجورا، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، فلا بد أن أبدأ أيها الإخوة أيها السادة حديثي إليكم بالشكر أتوجه به إلى أخي وصديقي فضيلة الأستاذ الشيخ هشام البرهاني حفظه الله وأمد في عمره مع العافية التامة على مجالس الوفاء هذه السلسلة التي تعبر عن مزية تميزت بها شامنا هذه، وهي العرفان والوفاء لمن يستحقون الشكر، والشكر بعد الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون موصولاً لعلمائنا الراحلين والموجودين الذين جعل الله عز وجل منهم شارة مميزة تتميز بها شامنا هذه عن كثير من البلاد الأخرى. فأسأل الله عز وجل لأخي القبول، وأسأل الله عز وجل لإخوانه الذين يتعاونون معه للنهوض بهذا الواجب الذي هو واجب الأمة، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول والأجر الوفير. أيها الإخوة، أظن أن حديثي عن أستاذي الشيخ مصطفى الخن يحرجني، لأنني
أكره أن أتحدث عن نفسي. وحديثي عن هذا العالم الجليل يقتضيني أن أتحدث عن نفسي، لأن النافذة التي أطل من خلالها بكم على حياة هذا العالم، هذا الإنسان الجليل، مرتبطة بمعلوماتي عنه متعلقة بعلاقتي به، وحاولت أن أفصل بين الأمرين فلم يتأت لي ذلك. نعم، لا بد أن أتحمل هذا الأمر المحرج وأسأل الله المغفرة. الشيء الثاني الذي أريد أن ألفت النظر إليه، أنني ما اعتدت أن أبالغ في الحديث عن مناقب إنسان ما، وأحب دائما أن أصف أي إنسان فاضل عالم جليل بالصفة التي أعلم أنه متصف بها. ولعلكم تلاحظون أنني سرت على هذا النهج عندما كتبت عن والدي. نعم، فاعذروني إن لم أستعمل الكلمات الفخمة الضخمة التي لست بحاجة إلى استعمالها لبيان مرتبة هذا العالم، هذا الإنسان الجليل. نعم، تعود معرفتي بشيخنا الشيخ مصطفى الخن رحمه الله إلى العهد الذي كان عمري فيه لا يتجاوز 16. نعم، عندما أمسك والدي بيدي ومضى بي إلى جامع منجك، ولا أقول معهد التوجيه الإسلامي، هذا المعهد لم يكن قد ولد بعد. نعم، وأسلمني لشيخنا الجليل الشيخ حسن حبنك الميداني في جلسة ضمت تلامذته الكبار، وكانوا لا يزيدون على 10 فيما أذكر. نعم، وكنت طفلا آنذاك، ولقد ذكرت في بعض ما كتبت أن أبي عندما أخذني إلى هذا الشيخ الجليل قال لي: يا بني، لو علمت أن الوصول إلى الله يكمن في كسح القمامة لجعلت منك زبالا، لكنني رأيت أن الطريق الموصل إلى الله هو العلم، فهل لك أن تعاهدني على أن تتعلم شريعة الله ابتغاء مرضاته، لا من أجل مال ولا من أجل الشهادة ولا من أجل وظيفة؟ قلت: أعاهدك. نعم، بعد يوم أو يومين عهد بي شيخنا الشيخ حسن رحمه الله إلى سلة من العلماء الفطاحل، لكنهم تلامذة له، في مقدمتهم الشيخ مصطفى الخن، وإني لا أتذكره جيدا وأتخيله الآن، إنسان أقرب إلى الطول، يلبس جبة سابغة، ذو لحية وافرة وعمة كعمتي هذه. نعم، عهد بي إليه ليدرسني جزءا من منهاج حملته. كانت دروسي التي بدأت أتلقاها وأنا في هذه السن على الشيخ مصطفى رحمه الله كان أكثرها دروس في اللغة العربية. درست على يديه سلسلة ابن هشام، قطر الندى، ثم شذور الذهب، ثم أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وكنت قد حفظت الألفية كاملة على يد والدي رحمه الله. ثم بدأت أدرس عليه
لا أقول معه أدرس عليه مغني اللبيب، لكنني لم أتمم. نعم ذلك. لا شك أنني تلقيت عليه علوم أخرى، لكنني أشهد أن فضله السابق يبدأ بتدريس اللغة العربية. ثم إنه عني بي فيما يتعلق بالهواية التي اكتشفها لدي، وهي هواية الأدب والاهتمام بفنون اللغة العربية المختلفة. نعم. فكان يدرسني أيضا مادة الإنشاء، لكن بطريقة متطورة غير الطريقة المعروفة في المدارس الثانوية. نعم. وأذكر أن أمتع درس كنت أتلقاه منه درس الإنشاء. نعم. ولعل من أهم أسباب ذلك أنني كنت ألقى منه التشجيع الكبير، وهذا ما لم ألقه بهذا الشكل من غيره. كنت يعني لا أقول أهتم بالأدب، بل لعلي أقول يعني لعل العبارة الدقيقة أن أقول كنت مفتونا بالأدب القديم والجديد، وكنت أقرأ كثيرا لمصطفى لطفي المنفلوطي ولمصطفى صادق الرافعي. نعم. وكنت أحاول في ذلك السن المبكر أن أكتب مقالات، وكنت أعاني من جهد كبير في كتابتها. نعم. وكنت ألاحظ أن جل من حولي يعني يسخرون من هذا التوجه، وربما ينتقدون ويرون أن من الخير أن أقبل إلى دروس الشريعة، الفقه، الأصول، العقيدة، نحو ذلك. لكن شيخنا الشيخ مصطفى الخن كان يشجعني تشجيعا كبيرا، وكان لا أقول يتنبأ، كان يتفاءل بأنني إن سرت على هذا المنوال فلسوف أكون في يوم ما إنسانا ناجحا في هذا المضمار الذي أسير فيه. إذن أهم العلوم التي تلقيتها عليه علوم العربية هذه السلسلة، لكنني كنت أيضا أتلقى منه التفسير، أتلقى فنون أخرى تتعلق بالشريعة الإسلامية، لكن هذه أهمها. نعم. والإنشاء كان له دور كبير، وكان له أثر كبير في علاقتي التي كانت تزداد مع الأيام بالشيخ مصطفى رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، هذا المدخل يسوقني إلى شيء ينبغي أن أوضحه. سعة الشيخ مصطفى العلمي أو سعته العلمية، أظن سعة وسعة كلاهما جائز، كنت أنبهر باتساع مخزونه العلمي. نعم. وكنت أطرب لأسلوبه في التدريس، أسلوبه في التدريس، ولعل الذين تلقوا منه كثيرون في هذا المجلس أظن تلقوا، يمتاز بالهدوء، ويمتاز بالشرح المبسط للمسألة مهما كانت معقدة. ثم إن طريقته جذابة، تجذب الطالب الذي يسمع إلى الانتباه الكبير لما يقول. لا أريد أن ألفت نظري ونظركم إلى المفهوم المخالف، لسنا بهذا الصدد، لكن ينبغي أن أقول هذه مزية تميز بها الشيخ مصطفى. نعم. وكنت ألاحظ أنه وهو يدرسني أصول الفقه، نعم، يتمحور حديثه حول اللغة العربية. إذا درست عليه التفسير يتمحور
درسه في التفسير ويعود إلى محور اللغة العربية. كان لا شك الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى يعشق اللغة العربية، وكان يعني أظن يعني قل أن نجد نظيره فيما يتعلق بدقائق اللغة العربية ومعرفته، بل ملكته الراسخة في فنون اللغة العربية قواعد وبلاغة. نعم. إذن من أهم ما ينبغي أن يعني أذكر على سبيل الوفاء لشيخنا الشيخ مصطفى أنه كان يشجعني تشجيعا كبيرا، نشرت لأول مرة مقالة في مجلة اسمها مجلة التمدن الإسلامي، وتفضل علي أصحابها فنشروا المقال، نعم، على عجره وبجره. الذين كانوا من حولي كان حديثهم حديث سخرية واستخفاف، أما الشيخ مصطفى فهنأني وأظهر الإعجاب وأظهر يعني، وأنا أعلم أنه كان يعني يمارس بذلك فنا يعني لاستجلابي ولدعمي في هذا النهج، نعم، الذي شاء الله عز وجل أن أسلكه. نعم. سأعود بعد قليل لأذكر لكم كيف اكتشفت الحكمة التي من أجلها شاء الله عز وجل أن أتجه في افتتاح حياتي العلمية إلى اللغة العربية وأن أعشقها وأن أتوجه إليها توجها عارما. سأتحدث عن ذلك بعد قليل إن شاء الله. هنا ألفت نظري أيضا وأنظر إخواننا جميعا إلى مزية أنا لم أسمع أحدا تحدث عنها في يعني مجالس العزاء، وكنت أنتظر أن أسمع. الشيخ مصطفى الخن كان يمتاز بوسطية عجيبة أيها الإخوة فيما يتعلق بالتزامه الديني، ولا أعني بالوسطية ما يفهمه بعض الناس، يعني أن يمسك العصا من وسطها، لا، وإنما يعني ناحية السياسية، لا، أعني بالوسطية أنه كان يبتعد عن الإفراط والتفريط، كان يبتعد عن الغلو في كل الجوانب، ولكأني به وهو يضع نصب عينيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أنا لا أستطيع أن أصفه بالمتصوف بالمعنى الذي يفهمه كثير من الناس في هذا الوقت، ولا أستطيع أن أصفه أيضا بالجانح عن التصوف والذي يتخذ منه موقف العداء، نعم، لم يكن كذلك، لكنه كان شديد الالتزام بالنهج النبوي الذي جسده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التزاما بكتاب الله سبحانه وتعالى. كان يلتزم بأوراد، وكان شديد العقيدة بالصالحين وكثير الحب له، من هؤلاء الصالحين الذين يعني أكاد أقول يعني عشقهم الشيخ مصطفى والدي، نعم، كان يحبه حبا شديدا، وكان والدي يبادله مثل هذا الحب، وكم رأيته يستأنس بزيارة أبي محمد له، يجلس إليه والدي ويقول: يا أبا محمد نحن لا نراك إلا قليلا، إلى آخره، ونعم يشيع بينهما يعني المباسطة التي قلما أجد والدي نعم يركني إليها مع الآخرين. الشيخ مصطفى كانت له أوراد، وحدثني عن بعض أوراده، كان له التزام
وكان كثير العبادة، نعم، لكنه في الوقت ذاته كان شديد الحذر من البدع، وكان شديد التحذير أيضا من البدع. أحب هنا أن أقول إن البعض من إخواننا ظنوا أن لوثة أصابته أو رشاشا أصابته من جاره الشيخ باجة البيطار. نعم، لعل القرب بينهما ولعل الزيارات الكثيرة بينهما، نعم، أصابت الشيخ مصطفى برشاش من الأفكار التي كانت عند الشيخ باجة البيطار من الأفكار الجانحة. لا أبدا إطلاقا، لم يكن الشيخ مصطفى الخن بذاك الرجل الذي يتأثر بالآخرين فيما يتعلق بالمنهج العلمي. كانت هنالك كوابح علمية تمنعه من أن يؤخذ أو يفتتن أو يتأثر بالآخرين قفزا فوق القواعد العلمية التي يعرفها والتي يتبناها إطلاقا. الأمر ليس كذلك، لكنه كان يعني يود أن يجد العلماء الذين ينهجون نهج التصوف، يود أن يراه في الوقت ذاته يحرسون السلوك الإسلامي من أن تتسرب إليه البدع. وربما ذكر الكثير والكثير من الصور التي يرى أنها تسيء إلى التصوف عندما لا يكون التصوف أو عندما لا يكون المتصوف ملتزمين، نعم، بهذا النهج. وأظن أن الشيء الذي جعل والدي يقدره هذا الجانب، لأنه هذا يشترك مع والدي فيه، كثيرا ما اتهم والدي بأنه وهابي، نعم، في حين أن والدي كان نقشبنديا وكان، نعم، لكن والدي في الوقت ذاته كان شديد الحذر من البدع. الشيخ مصطفى كان من الذين يطربون لسلوك النهج الرباني الموصل إلى الله عز وجل، وكان يلزم نفسه بذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكنه في الوقت ذاته كان يحاذر أن تزل به القدم وهو يسير في هذا الطريق إلى البدع. إذن الشيخ مصطفى أيها الإخوة كان يتمتع بتوازن علمي، كان يتمتع بتوازن علمي، وكثيرا ما كان يعني هنالك سجال، لا أقول سجال، لكن نقاش في مجلس الشيخ حسن حبنكي، ولعلي أوضحت أن كنا في كل يوم من الصباح إلى الظهيرة نذهب نتجه إلى دار الشيخ حسن ونجلس فيما يسمى البراني وندرس التفسير، العقيدة، نعم، العقائد النسفية، وندرس فيما ندرس أيضا شرح الحكم لابن عطاء الله، وندرس الفقه، نعم، في جلسة واحدة. في كثير من الأحيان كان، نعم، كنا نصغي إلى نقاش ما بين الشيخ مصطفى وشيخنا الشيخ حسن، وكنا نستمتع بهذا النقاش. وما أظن أن في تلاميذ الشيخ حسن من كان يجرؤ أن يناقش وأن يدل على الشيخ حسن، نعم، بما له من قربة إلى الشيخ إلا الشيخ مصطفى، نعم. وكنا أو كان إخواننا إذا أرادوا أن يعني يحققوا شيئا ما وأن يطلبوا من الشيخ أمرا ما ولا يستطيعون أن يواجهوا بهذا، كنا نوسط الشيخ مصطفى إلى ذلك، نعم. وهنالك صور كثيرة، نعم، جدا. هنالك إخوة سافروا إلى القاهرة لمتابعة دراستهم، كانت الوسيلة الوحيدة لنعم الرضا الذي
شملهم به الشيخ حسن كانت الوسيلة للشيخ مصطفى. نعم، كانوا يتخذون منه شفيعا عند الشيخ حسن لهذه الأمور. هنالك يعني تفاصيل في هذه القضايا لست بصددها أيها الإخوة. هذا يسوقني إلى الحديث عن مدى تقدير شيخنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى للشيخ مصطفى. ولعل فينا من كان يعني لا أقول يغبط، يعني يتجاوز الغبطة إلى شيء من الحسد ربما. نعم نعم، لأنه كان يجد أن الشيخ فعلا يقدره ويجله. طبعا سبب التقدير هو عمقه العلمي، وسبب التقدير أنه كان جادا في دروسه، وكان أكثر الناس مناقشة. نعم، وكان عندما يأتي إلى الدرس يعمل حقيبة فيها كل الكتب، نعم كل كتاب مجلد، كنت أجده يتأبطها، وأن له أن يتأبط نعم حقيبة بهذا الاتساع، يحملها من الدقاق إلى بيت الشيخ حسن، وفي كثير من الأحيان كان يأتي ماشيا نعم من الصباح، ولم يكن يتخلف إطلاقا. نعم، فكان هو الذي يفتح باب النقاش قبل غيره. نعم، يليه في ذلك الشيخ حسين خطاب الحقيقة. نعم، فمن أجل هذا كان الشيخ حسن يقدره تقديرا كبيرا. وكان الشيخ مصطفى جريئا لكنها جرأة أدبية، ولا يرى ما يمنعه من أن يتدلل على الشيخ فيطلب منه أشياء كذا، ربما مثلا شعر أننا نتوق إلى أن نخرج إلى نزهة. نعم، عهدنا بالخروج أصبح بعيدا. نعم، فهو الذي يعني ينقل للشيخ رسالتنا ورغبتنا، ولا يستطيع أحد منا أو غير الشيخ مصطفى أن يقول ذلك. هذه المزية لها أسبابها. نعم، ولا داعي إلى أن نحلل ونعلل، فكلكم يعلم سبب ذلك. طيب، الشيخ مصطفى الخن رحمه الله تعالى نعم نال شهادة الدكتوراه في أصول الشريعة، بل في كل من أصول الشريعة والفقه. نعم، رسالته مزيج من الأصول والفقه، لكنني أريد أن أقول ولست مبالغا، الحق أنه بلغ في سعته العلمية مبلغ الأستاذية قبل حصوله رسميا على درجة الدكتوراه. نعم، هذا ما أعرف. فقد درس لسنوات طويلة في جامعة الإمام في الرياض، وكان المجتمع آنذاك، جامعة الرياض تحيط به نعم كإحاطة السوار بالمعصم، إعجابا بدرسه ورغبة في التلقي منه. فكان إذا عاد إلى داره أقبل إليه طلابه ليتلقوا منه المزيد من الدروس. إذن وكان أستاذ في الجامعة، الحقيقة الشهادة لم تزده علما، لا طبعا بحث، كتابه هام جدا، أثر القواعد الأصولية في الاختلافات الفقهية هام جدا، لكن ملكته العلمية كانت قد سبقت نيله لهذه الشهادة، لا شك في هذا ولا ريب. هنا طبعا أحب أن أقول يعني أمر اضطررنا أن نخضع أنفسنا له، كثيرا ما نبحث عن السبل التي ينبغي أن نسلكها دعاة إلى الله، مبصرين بدين الله، نعم معلمين العلوم الأكاديمية الشرعية السليمة، فنجد السبل موصدة أمامنا، لا نستطيع
أن نسلك هذا السبيل إلا إذا حملنا هذه الشهادة. الواقع أن هذه الشهادة ليست دائما عنوان علم بمقدار ما أن هذه الشهادة إجازة مرور. نعم، أنا لا أبخس الشهادة حقها عندما تكون عنوانا على علم، وينبغي أن تكون كذلك، لكن هنالك علماء ينبغي أن يجلس الدكاترة على ركبهم ليتعلموا منهم، ولم يحصل هؤلاء على أي شهادة إطلاقا بشكل من الأشكال. نعم، وهذا هو الأصل. وعلماؤنا الذين ندرس مدوناتهم لكي ننال مثل هذه الشهادة لم يكونوا يتمتعون بمثل هذه الشهادة إطلاقا. نعم، ومع ذلك فهم أساتذتنا. فالشيء الذي ينبغي أن أقوله أن الشيخ مصطفى بلغ في سعته العلمية عمقا واتساعا، يعني من ناحية التحقيق العلمي ومن ناحية الاتساع في الفروع العلمية المختلفة، بلغ درجة الأستاذية قبل أن ينال الدكتوراه. وأظن أن بعض أساتذة الأزهر شهدوا له بهذه الشهادة. الآن أصل إلى أخلاقه الشخصية، وأحب أن أتحدث إليكم، أنا أحب أن أتحدث عن الجوانب التي أظن أنكم لم تسمعوها من قبل، يعني الشيء الذي أعرفه. نعم، أولا كان مجلسه يتسم بهالة من الأنس قل أن نجد نظيرها في مجالسة الآخرين. هالة الأنس تلازمه في حديثه، في ملاطفته، في مباسطته، في النكت، في الفكاهة التي يضمخ بها نعم حديثه وتوجيهاته وما إلى ذلك. هذه حقيقة أعتقد أن كل من جالس الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى يعرفه. نعم، من الصفات التي عرفتها له أنني لم ألاحظ أنه حقد على شخص في يوم ما، لم ألاحظ، لاحظوا ما أقول، لم ألاحظ أبدا أنه حقد على شخص ما، ولا أذكر أنه تحدث عن شخص ما بكلمة سوء، لم يحرك لسانه بقالة سوء، لا أذكر، أيضا لاحظوا تعبيري، لا أذكر أنه حرك لسانه بقالة سوء في حق أي من الناس الغائبين. هذه المزية أيها الإخوة تعود بنا إلى روح التصوف المهيمن على كيانه. ما هو التصوف؟ التصوف هو تنقية القلب من الانشغال بالأغيار، باختصار هذا هو التصوف. لذلك قالوا كان التصوف في صدر الإسلام مسمى لسم له، ما كان اسم التصوف، لكنه كانوا صحابة ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم كانوا يجاهدون أنفسهم في تنقية قلوبهم من التعلق بالأغيار. شيخ مصطفى لا أذكر أبدا، لكنني أستعمل عبارة دقيقة، لا أقول لم يكن، أقول لا أذكر أنه اغتاب أحدا في مجلس من مجالسه أو حرك لسانه بسوء. شيخ مصطفى في مجالسه كان ينسي جليسه الوقت الذي يلاحقه في أكثر الأحيان، في أكثر الأحيان. كيف؟ في الأدب كان أديبا، في الفكاهة كان شيخ الفكاهة، في جمال الصوت كان ذا صوت جميل شجي. كثيرون من يعرف الشيخ مصطفى لا يعرفون هذا فيه. نعم، وإنني لأذكر
أنني حضرت مولداً في دار من دور بعض الوجهاء في الميدان، وكان شيخنا الشيخ حسن موجود، وكان في ثلة كبيرة من الناس، وكان الشيخ مصطفى الخان رحمه الله موجوداً، وطاف الطرب والشجو برأس شيخنا الشيخ مصطفى فأنشد هذه الأبيات، لا أنساها أبدا. وليت أن عهد المسجلات كان قد بدأ آنذاك. نعم نعم، لولاك ما ذكر العقيق ولا جابت له الفلوات نوق. نعم أسعى إليك على جفوني، تدان الحي أو بعد الطريق. إذا كانت تحن لك المطايا فماذا يفعل الصب المشوق؟ أنشد هذه الأبيات بصوت شجيج أطرب الجميع، وأنا عندما أقول أطرب الجميع أذكر بأن الصوت ليس هو الذي يطرب فقط، الصوت يؤدي دور، لكن الروح هي التي تبث في الصوت الشجو وتبث في الصوت معنى التأثير والطرب، هذه حقيقة. أذكر وكثيرا ما كنت يعني أخرج مع شيخنا الشيخ مصطفى إلى نزهات. نعم كنا في نزهة في المنطقة التي كانت تسمى الميزان، والتي الآن بني في مكانها فندق شيراتون تقريبا، هذه المناطق. كان الليل ساجيا وكان القمر بدرا، وأخذنا نتجاذب أطراف الحديث مرة في العلوم العربية ومرة في العلوم الشريعة ومرة في الأدب ومرة في الشعر، وإذا بالشيخ مصطفى نعم يرفع عقيرته وينشد هذه الأبيات، قصيدة ادعاها كثير من الأدباء، نالت أولها، نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم أوهت به جلدي، إلى أن وصل إلى قول الشاعر: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، إلى أن انتهى إلى آخر بيت منه: هم يحسدوني على موتي فوأسفي، حتى على الموت لا أحسن، لا أخلو من الحسد. هذه صفة يعني ما أعهد أني قد رأيتها في غير التكامل، العلم، الدقة في البحث، إذا فتح باب مسألة علمية لا يفلتها من لسانه ولا من يده ولا من فكره. نعم هذا شيء، شفافية الروح. وأنا أقول إنه كان يتمتع بما يحج المتصوفة للوصول إليه. نعم نعم، زائد الفكاهة، زائد الصوت الجميل، زائد الطرب، نعم الذي نعم يمتعنا به. نعم، ومرة أخرى أقول إن السر ليس عبارة عن صوتك لا، وإنما هي روحانية، روحانية موجودة فيه. كنا في كثير من الأحيان يعني نتجاذب أطراف نقاش في قضايا الشعر وشعراء وما إلى ذلك، كان له مذهب في الشعر وكان له مذهب في نقد الشعر والشعراء. يعني مثلا كان يرى أن جل قصائد حافظ إبراهيم خير من جل قصائد شوقي، وكان يقول الذي نعم أذاع صيتا كبيرا سمعة عطرة لشوقي كثرة الموضوعات التي تناولها شعره، ما من موضوع إلا وتناوله شعره، بينما حافظ إبراهيم مقل، يعني الموضوعات التي تناولها قليلة. نعم، ولكن هذه الموضوعات القليلة إذا ما قورن بينها وبين تلك الموضوعات نفسها التي عالجها شوقي سنجد
أن حافظ إبراهيم بلغ شأوا أبعد في شاعريته وفي تعبيره وفي فيح الشعور الذي يسري في كلامه. نعم، والوقت يضيق، بإمكاني أن نقارن بين، لكن هذا ينقلنا من شيء إلى شيء آخر. هذا التكامل بهذا الشكل ما أذكر أنني رأيته إلا في الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى. نعم، طبعا لست بصدد الحديث عن الشيخ حسن. الشيخ حسن يمتاز بأشياء غريبة وعجيبة، لكن لذلك دور آخر إن شاء الله تعالى. أريد أن أختم حديثي بما رأيته في الأشهر الأخيرة من حياة الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، كنت أتوقع وأنا متجه إلى زيارة شيخي الشيخ مصطفى، هو بالمناسبة مهما قلت شيخي هو يراني صديقا له، كان متواضع، لا شك أنه كان متواضعا تواضعا كبيرا، ولا أقصد بالتواضع يعني فن التواضع من أجل الوصول إلى مرتبة أعلى، لا لا، كان متواضعا تواضعا حقيقيا. نعم، ما مرة أردت أن أزوره في الأشهر الأخيرة إلا وتوقعت أن أجده يشكو يتألم، وكنت أتصور كيف أتحمل سماع شكوى، كيف يعني أتلقى هذا الأمر. فإذا دخلت إليه وجدته تماما كما كان قبل 20 سنة، يضحك وينكت كما يقولون، ويتحدث حديث يعني إنسان لا يشعر بأي ألم ولا يشعر بأي وجع. نعم، ويعتب على الذين يغيبون عنه ولا يزورونه، ويتحدث عن أمتع شيء في هذه الحياة الدنيا. هل تعلمون ما هو أمتع شيء في هذه الحياة؟ ينشده بل يهتف به، هو مجالسة الأحباب، مجالسة الأخوة. نعم، كان يقول الدنيا ما فيها شيء، ما فيها غير هذه المجالسة. يا شيخ سعيد ليش ما بنشوفك؟ ليش كذا؟ ليش؟ وأنا والله كنت أخجل منه، كنت أخجل ما أذكر أنني دخلت عليه مرة وسمعت منه شكوى، لا تصريحا ولا تلميحا، لألم قد انتابه، وأنتم تعلمون حاله. نعم، إنسان بوضعه يمكن أن يتأفف، يمكن أن يشكو، يمكن إذا قلت له كيف حالك؟ نعم، سيرسل لك سلسلة من الآهات والتألمات وما إلى ذلك، لكن أبدا الشيخ مصطفى لا أذكر أنه في هذه المرحلة الأخيرة من حياته شكى، بل كان دائما لسان حاله مشغولا بحمد الله عز وجل والثناء عليه. وآخر يوم زرته قبل وفاتي بثلاثة أيام أو أقل، أو أقل ربما. نعم، وكان المجلس مليئا بالأنس كعادته والفكاهة، ولم أخرج من عندي إلا بعد أن استوثق أنني سآتي بعد أيام لمجلس إفطار. نعم، يدعون إليه في مزرعته الصغيرة، نعم، في دارية أظن. نعم، قلت له إن شاء الله، إياك أن تنسى إلى آخر ما هنالك، فلان سيأتي بالفول والآخر يأتي بكذا وكذا. نعم، الله، يعني الإنسان الذي لا يراه ويسمع كلامه يخيل إليه أنه في عافية تامة، وأنه تماما كعهده به قبل 20 سنة. هذا ما أحببت أن أقوله من الأمور التي عرفتها في شخص شيخنا الشيخ مصطفى الخن رحمه الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يعوضنا خيرا عن هذا الخير الكبير الكبير، وهذه النعمة العظمى التي تمثلت
في هذا الإنسان الجليل. والله سبحانه وتعالى لطيف، كما أكرمنا به في الأمس سيكرمنا بإمثاله أيضا. نعم، أذكر أن سلمة بن دينار رحمه الله تعالى زاره أحد خلفاء بني أمية، نعم، سليمان بن عبد الملك، ويبدو أنه استنصحه، لا أقول يعني أغلظ عليه بالنصح، لا أبدا أبدا ما أغلظ عليه بالنصح، لكن صارحه بالنصح، صارحه بالنصح. وعندما أراد أن يخرج أرسل له بدرة، يعني صر فيها قدر كبير من المال، فردها إليه. نعم، أحد الجالسين يعني عاتبه على هذا، قال له يعني أنت إنسان لك شأنك والأمة بحاجة إليك، أنت عرضت نفسك لغضب. فقال له نعم، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يذهب بشيخك فما أكثر ما يكرم الله سبحانه وتعالى عباده بأفضل مني. لماذا أنت يعني تتصور أن الباري سبحانه وتعالى باب موصد؟ كما أنه يرزق عباده الطعام والشراب فهو يكرمهم أيضا بالعلماء والصالحين، وسلسلة هذا الفضل مستمرة متلاحقة لا تنتهي. اللهم إنا نسألك أن ترحم شيخنا الشيخ مصطفى الخن رحمة غامرة، وأن تكرمه بما أكرمت به عبادك الصالحين الربانيين العالمين العاملين بعلمهم، وأسألك اللهم أن تجمعنا به في مستقر رحمتك تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تسقينا معه من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. والحمد لله.